يعني غير دول برضو عندنا متصلين بيتكلموا في مشاكل إدارية مع الدولة. واحد بيتكلم من سيدة اتصلت من اسكندرية لها بطاقة تموين من سنة أو من سنة ونص تقريبا أو من سنتين، ولا حد بيسأل تبع مكتب تموين غيط الصعيدي، وفي حد تاني من مكتب تموين العمرية، وقبل كده في حد اتصل بينا من فرشوط هنا. دي كلها مكاتب تموين. يعني هي الدنيا غلا والدنيا صعبة، وبعدين انت في يعني مورد صغنن كده بيجيب للناس الحاجات شوية الزيت على السكر والبتاع، والسكر غلي، فانت لما يجي بقى المورد ده كمان تقوم جاي قافله على ناس. الأدهى من كده ان انت لما تروح تراجع تلاقي ناس عندها مستويات كويسة جدا وبتاخد تموين، لأنهم قادرين يعملوا وقادرين يخلصوا ورقهم، والغلابة اللي محتاجين فعلا مش عارفين. انا حد اتصل بيا من المنوفيه قبل كده بيتكلم بيقول لك انا رحت اقدم على التموين ويفاجئ انه في الزباله بعد فتره يعني بدون ترتيب، هو في زباله قريبه كده من مكتب التموين لا ورقه مرمي فيها. يا اخي طب حتى اقول له مش هنشتغل لك، روح خد الورق بتاعك وامشي، لكن تاخد منه الورق وتضحك عليه وتعشمه وكل شهر يروح يسالك يقول لك الشهر الجاي يوم 10 يوم 8 يوم 20، بس ده اللي تسمعه وتشوفه في مكاتب التموين. وفي النهايه الورق بيترمي والناس شكرا. الناس دي بقى في امس الحاجه. شوف انت ده مثلا لو بات من غير عشاء هو وعياله في رقبه الموظف المتخلف الظالم اللي هو اصلا يعني مجرم مجرم. انت مش عايز تشتغل غور في 60 كاسحه تاخدك، ما تشتغلش، سيب الوظيفه لواحد تاني يتقي ربنا ويشوف حال الناس ويشوف يعني الناس عايزه ايه. يا اما يعني يا اما بلاش كله بقى. يعني انتوا لو تسمعوا الاتصالات وتسمعوا المكالمات تعذروني والله العظيم، يعني